بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طب هذه ماني سمعتكم صوت هنا، سمعتكم صوتها ونحينا البوات من مكانها، وخرها شوية هيكل وبلاش من تاني، وش بدل الديسكو البلاتو على جنب باش ما يتعبش ويخرج موتور وبوات مع بعضهم من برا، لأن المكان ضيق شوية. طبعا نحينا البوات على جنب كيكة، وحلينا الديسك على في مكانه، وخلينا البوات في مكانها باش من يعني خاطر تخريجها صعب شوية. وعنده هنا شوية تاكل بلاص الفرشات، مش مشكلة سهلة العملية، مش قضية. طبعا كيف كان لقينا عادة البيتي والديسك والبلاتو كلهم ماتوا. هذا ما كيف كان، هاو لقينا، شوف البيتي كيف تحرقت، البيتي كيف تحرقت. هذا الديسك طبعا بطبيعته يعني تعب على الاخر، والبلاتو تحرق. هذا تحرق من البيتي، خاطر البيتي بدات تشرين بدات تعيط. طبعا وقت تعيط البيتي بشوية تهلك المكان، تخرب المكان تاعها هذا، ما عادش يمشي. طبعا الانسان وقت باش يغير، باش يغير لازم يغير ديسكو بلاتو وبيتي، يعني بلاتو ديسكو بيتي. وزيد فكينا نلقوا هذا السيبور نتاع هذا نتاع البوات من لوطه، يعني حامل البوات من لوطه هذايا زاد حتى هو تعب، لازم يتغير مره واحده. إن شاء الله تابعكم هذا الكميك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هي هذه سيارة فيات 500، فيات شينكوشينتو يعني 500، فيها مشكلة متاع الفيتيس هذا ما يتعداش إلا بصعوبة والسيارة تخدم، يعني بشين ما يتعداش إلا بصعوبة والسيارة تخدم. شوفوها هنا عادية توا، ما فيهاش اشكال، يعني عادي. مجرد ما نشغلوا المحرك الفيتاس يولي ما عادش يدخل. نشغلوا المحرك توا، لو شغلنا المحرك، المحرك يشتغل عادي. شوفي نجو نحطو توا هنا، ننزلو على ننزلو نسمع الساعة، فما صوت نتاع حاجة تزنزل، نسمعو فيها. ناخذ الوحدة الفوق شوية يسكت هو، ندوس شوية يزنزل، شفتوها. وفي نفس الوقت هو كاسح، يعني اللي يشوفه يقول يعني لابس عليه، ما فيش حتى مشكله. نجيو هنا نعدوا الفيتاس، نلقوا الفيتاس ما يتعداش، سمعتوا الصوت وتسمعوا، سمعتوها الفيتاس ما يتعداش. شوف غرام علينا نازل الا هذا مصعوبة، شنو إلا من ننزل على الآخر. هذه هي المشكلة، كون الدبرياج نتاعها ما عادش صالح للاستعمال، لأن هذا فيه البي تي أو الرولمان بيلي أو السبيندا، هذه باز يعني فاسدة، مع كون المحرك شو اسمه الدبرياج كامل نتاعها ممكن يكون ما عادش فيه، يعني لأن توا ماشية السيارة ماشي 153,000 بنفس الدبرياج هذا، معناتها تم يعني ممتاز، تم حاجة مليحة يعني حاجة باهية. فهنا باش نعرفوا اللي هو بي تي أو رولمان بيلي، هنا وقت نرفعوا رجلنا هكا، خاطر هذه السيارة هذه بالخيط بالكابل مش بالمضخة، تهز هكا يسكت، تنزل زيادة شوية ممكن يسكت وممكن يزيد. شفتوا؟ بينما بالبارحه ما كانش فيه صوت رولمان بيلي كما توك، شفتوا ما فيش صوت رولمان بيلي الا ما تمس منه شويه منه وشويه منك. شفتوا هذا معناتها الدبرياج نتاعها ما عادش فيه حتى حل الا ما يتغير.
احيانا تلقى الدبرياج او الواحد لبس عليه هنا وما فيش صوت لا بتاع رومان بيلي ولا فما شيء صوت حتى اخر. ولكن اللي تلقى هذايا كسح ما يدخلش وقت السياره تختم. وتلقى احنا حتى هو ديما المارشة الخلفيه يعني هي مربوطه بالاولانيه في الدبرياج. يعني اذا كان عندك مشكله في الاولانيه كيفاش نفرقوا باللي اللي هو المشكل من الامبرياج او من الفيتاس او من عدم السرعه او من اي شيء اخر. هو العمليه كون انت هنا يكون الدبرياج هذا يكون يعني مش طري على الاخر يعني يكون عادي. هذا يكون عادي اذا كان هذا عادي وتنزل عليها على الاخر وتلقى هنا الفيتاس عندك كاسح ما يعديش معناتها راهو المشكل في الامبرياج. والسيارة تخدمه والسيارة في حالة والمحرك في حالة دوران. وإذا كان سكت المحرك أنت ودخلت الفيتاس هذاك عادي والمحرك ساكت معناتها المشكلة راهو كلها في الامبرياج. أما إذا كان لقيت العكس يعني سيارة سوى تخدم سوى ساكتة هذا ما يعديش معناتها راهو المشكلة يا أما في الكوابل هذوما اللي يمشوا مغادين هنا يا اما في القطعه هذه يا اما في علبه السرعه. هذا الفرق ما بين الامبرياج ما بين الـ 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 المشكله نتاع البلاتو والديسكو البلاتو يعني والبيتي. طبعا عندنا الصوت هذاك معروف ما دام الدبرياج فيه صوت معناتها هذا مشكل لابد باش نغيروه. انما باش نفرقوا اللي هو المشكل منها ولا كي نشغلوا السياره هذا ما يتعداش وهي ساكته يتعد. هذا وشنو اللي ما يتعداش كي تبدا تخدم؟ يلزم الاولى والخلفيه هذوما والمحرك يخدم ما يتعدوش الاثنين كما توا كنجرب. شوفوا فتنه احتجاجيه بي شفتوا هناك ما يتعدش. شوف هنا تسمعي يغروث سمعتها سمع هيك ما يعديش خاطر علاش هو الامبرياج مش فاصل ومهنا ما يتعداش هذا والكهرباء تخدم. توا كي نطفي السيارة ونعدي حتى من غير امبرياج تعدى عادي. شفتوا الفيتاس تعدى عادي معناتها المشكلة كلها في الدبرياج معناتها المشكلة مش في هذايا. ان شاء الله تكون وصلت الفكرة ان شاء الله تنفعكم حركة مكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذوما كيف كينا هاو كينا شوف البيتيك ايش تحرقت البيتيك ايش تحرقت. هذا الديسك طبعا بطبيعته يعني تاعب على الاخر والبلاتو تحرق. هذا تحرق من البيتي خاطر البيتي بدات تشرين بدات تعيط. طبعا وقت تعيط البيتي بشوية تهلك المكان تخرب المكان تاعها هذي ما عادش يمشي. طبعا الانسان وقت باش يغير باش يغير لازم يغير ديسكو بلاتو وبيتي يعني بلاتو ديسكو بيتي. وزيد فكينا نلقوا هذا السيبور نتاع هذا نتاع البوات من لوطه يعني حامل البوات من لوطه هذايا زاد حتى هو تعب لازم يتغير مره واحده. ان شاء الله تنفعكم هذه الكيميكا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.